جديد هو دايفيرجن راي. الدايفيرجن راي بتكلم عن اشعاعات بتخرج من الجسم. اذا كان الجسم حقيقي حيكون شكل الاشعاع متفرق دايفيرج. اذا الريال اوبجكت شكل الاشعاع منه بيكون عباره عن دايفيرج. اذا ابتعدنا عن هذا الجسم الاشعاعات حتكون بشكل برلين. اذا الاوبجكت الفيري فار بيكون شكل الريز شكل متوازي بهذا الشكل. من تطبيقات الدايفيرجنج ريز اللي هي اللينز العدسات، عشان انا اتعرف كيف ممكن احصل على صوره جسم حقيقي امام العدسه، وكيف اشعاعه بيخرج هذا الجسم الحقيقي اذا كان بعيد، وكيف بده يصطدم في العدسه. قلنا نتعرف الان على اهم تطبيقاته اللي هي اللينز. عندنا two types of lens: convergent lens and divergent lens. نيجي لأول نوع اللي هو convergent lens اللي هي العدسة المحدبة. بيكون شكل العدسة المحدبة بهذا الشكل، مدببة من الوسط ورفيعة من الطرفين. بيكون كمان لهذه العدسة في عندي principal axis، محور تماثل، وبيقع طبعا بيكون لها مركز center، بيقع على محور التماثل two focal point، نقطتين للفوكال بوينت او النقاط البؤرية. واحدة بتكون امام العدسة بنسميها اف واحد هذا الشكل، والثانية بتكون خلف العدسة بنسميها اف اثنين. بعد النقطة البؤرية الأولى اف واحد مساوي من المركز طبعا للنقطة البؤرية الأولى مساوي بعد النقطة البؤرية الثانية من المركز. إذا الفوكال لينكس تبعهم هذه المسافة بتساوي هذه المسافة، تمام؟ إذا الفوكال بوينت اف اثنين بتكون على جنب عكس اتجاه طبعا اف واحد، او عكس اتجاه الاشعة الساقطة ايضا. اف اثنين بتكون عكس اتجاه الاشعة الساقطة، لكن الاف واحد دائما بتكون في اتجاه الانسيدنت ري، اتجاه الشعاع الساقط. نيجي نتعرف الآن على الـ convergent lens. قلنا في عندي نقطتين بؤريتين، كل نقطة على بعد متساوي من المركز. النقطة F1 بتكون في اتجاه الـ incident ray، النقطة F2 بتكون عكس الاتجاه. أيضاً في حاجة اسمها الـ vocal lengths. الـ vocal lengths طبعاً إحنا هذه المسافة من المركز إلى النقطة البؤرية بسميها F، الفوكال ديستانس. F هي الفوكال ديستانس. الفوكال لينكس له علاقة بالفوكال ديستانس ومرموز له بالرمز F سمول. إذا كانت العدسة كونفيرج لينز حيكون عندي الفوكال ديستانس اللي هو F سمول بيساوي بوزيتيف F، يعني القيمة الموجبة للفوكال ديستانس. هذا في حال العدسة بالكونفيرج، وبدنا نحفظ هذا الكلام لأنه بيهمنا في حل المسائل. إذا كانت العدسة عندي نوع آخر وحنتعرف عليه الآن، إذا كانت العدسة عندي دايفيرج لينز اللي هو النوع الثاني اللي هي العدسة المقعرة، طبعا بتكون بهذا الشكل رفيعة من الوسط وسميكة من الأطراف، في لها برنسبل اكسس، بيقع على البرنسبل اكسس تو فوكال بوينت، النقطة اللي في اتجاه الأشعة الساقطة بدي أسميها F1،
والمقبل في اتجاه الأشعة أو اتجاه تكون صورة F2، وهنا لو ملاحظين أنا كتبت F2 قدام و F1 في الخلف. الآن بدنا نشوف ليش أنا عملت كده. طبعا في الدايفيرجنت لينز عند الأشعة بتسقط من هذا الاتجاه طبعا بشكل متوازي، تمام؟ الآن هذه العدسة مفرقة، كل شعاع بده يجي يسقط على العدسة بصير العملية انكسار بهذا الشكل. الآن امتداد الأشعة المنعكسة بده يجمع في نقطة، هذه النقطة بسميها F2 لأنه اتجاه تكون الصورة. ولو ملاحظين كأنه الأشعة جاية من هنا من ناحية F1 وجمعت في F2، عشان هيك كتبت كتبنا F1 في هذا الاتجاه. إذا الـ Diverging Lens بيكون عندي النقطة F1 أو النقطة البؤرية الأولى عكس اتجاه سقوط الأشعة بعكس العدسة الكونفيرج اللي حنشوف الآن كيف عند العدسة الثانية اللي هي النوع الآخر العدسة المحددة الكونفيرجينج لينز. هذا البرنسبل اكسس وهذه النقطة البؤرية الأولى F1 وهالاتجاه الأشعة الساقطة زي ما اتفقنا جاية من جسم ريال بيكون شكلها متوازي، حتتجمع في نقطة كل الأشعة الساقطة. طبعا الرسم إن شاء الله بيكون أدق المرة الجاية بهذا الشكل، بسميها نقطة F2. طبعا زي ما احنا متفقين زي ما هذه العدسة الكونفيرجنت لها مسافة بؤرية فوكال ديستانس اسمها F، كمان العدسة الدايفرج لها فوكال ديستانس اسمها F. الفوكال لينكس اللي برمزه F سمول الفوكال لينكس بيكون في العدسة الكونفيرج قلنا بوزيتيف F، لكن في العدسة الدايفرج طبعا بيكون F سمول يساوي ناقص F، إذا أقل من صفر وهنا لازم يكون أكبر من صفر لأن القيمة موجبة وبينها بالسالب فالقيمة لازم تكون أقل من صفر. إذا بدنا نثبت قاعدة إنه الفوكال لينكس في الدايفرج لينز بيكون قيمته سالب الفوكال ديستانس، وهذا القانون بدنا نحفظه أو علاقة بدنا نحفظها لأنها بتهمنا كثير في العدسات. والفوكال لينكس في العدسة الكونفيرجنس بيكون بوزيتيف F، تمام؟ الآن خلينا نشوف كيف الصورة بتتكون بالنسبة للعدسات. الآن لو كان عندي جسم أمام العدسة، بعد الجسم عن العدسة بسميه the position of real object. إذا كان الجسم وقف أمام العدسة حتتكون له صورة في الناحية الثانية بسميها the position of image، موقع الجسم بالنسبة للعدسة. الآن فرضت إنه عندي عدسة بغض النظر عن نوعها هذه lens وفي عندي principal axis وعندي فوكال بوينت F1 تبدأ وعندي هنا F2 وحطيت جسم كورة أو شخص أو أي حاجة أمام اللينز. الديستانس بين لينز أند أوبجكت بسميها دي نوت، المسافة بين الجسم والعدسة بسميها دي كابيتال نوت دي نوت. إذا هي الديستانس بين أوبجكت أند لينز، تمام؟
إذا تكونت صورة لهذا الجسم في هذه المنطقة، بقول لي المسافة بين اللينز والإيمج الصورة بربط لها برمز دي آي. إذا دي آي هي distance between image and lens، مسافة بين الجسم أو الصورة والعدسة بربط لها برمز دي آي. بقول لي في من خلال distance ممكن أحصل على حاجة اسمها البوزيشن، الموقع، موقع الصورة أو موقع الجسم. إذا كان الجسم هذا real object، real object جسم حقيقي، والreal object بيكون شكل إشعاع منه بيخرج على شكل diverge، هاي بقصد بالreal object، كل جسم بيبعث إشعاعات في جميع الاتجاهات بسميه جسم حقيقي. وتكونت وبدي أعرف موقعه، بقول لي لازم يكون موقع الريال اوبجكت حقيقي وموجب، وبرمز للبوزيشن بالرمز دي او. دي او اللي هو البوزيشن. شو علاقته بالديستانس؟ اذا كان الجسم ريال بيكون بوزيتيف دي نود. في حال ايش؟ طبعا البوزيشن بيكون بوزيتيف اذا كان الجسم عندي ريال اوبجكت، الجسم الحقيقي. طب بالنسبة للدي اي، إذا كانت عندي ريال ايمج صورة حقيقية، بقول لي دي سمول اي اللي هو البوزيشن، موقع اوف ايمج، موقع الصورة، يساوي بوزيتيف دي اي، المسافة بالموجب. هذا في حال إذا كانت الصورة عندي حقيقية والجسم عنده حقيقي، بيكون البوزيشن ماله موجب. نلحظ بوزيتيف دائما، always is positive. طيب في حال كان عندي virtual object virtual image، يعني كان عندي الجسم وهمي والصورة وهمية، دي اي في هذه الحالة إذا كان عندي virtual object حيكون عندي البوزيشن دي او يساوي ماينس دي او. اذا كان عندي جسم وهمي حيكون البوزيشن سالب الديستنس، حيكون اولويز نيجاتيف، دائما بيكون بالسالب. طب لو كان عندي فيرتوال ايمج كمان حيكون عندي البوزيشن ايش ماله؟ سالب دي. ما ننساش هذه المعلومه. اذا نثبت هذه المعلومه، إذا كان عندي البوزيشن فور ريال اوبجكت فور اند ريال ايمج از اولويز بوزيتيف، اند بوزيشن فور فيرتوال اوبجكت اند فيرتوال ايمج اولويز نيجاتيف. تمام. شو علاقة الدي اي والدي او والفوكال لينكس؟ اللي قلنا بيساوي بوزيتيف اف في حال الكونفيرج وبيساوي نيجاتيف اف في حال الدايفيرج مع بعضهم. خلينا نشوف. إذا طبعا عندي معادلة خاصة بالعدسات بتربط بين الفوكال لينكس والبوزيشن فور اوبجكت والبوزيشن فور ايمج. هذا العلاقة بيقول لي واحد على الفوكال لينكس بيساوي واحد على دي نود زائد واحد على دي اي. هذا بنسميها قانون العدسات او ثين لينز ايكويشن. طبعا مش مطلوب منها اشتقاقها، مطلوب منها نطبق عليها كتحاليل طبيه فقط. ثين لينز ايكويشن. تمام. نشوف اول تطبيق. عندي سمول سفير، كره صغيره اوف هاي 1.3 سنتي، كره صغيره ارتفاعها الاتش تبعها الارتفاع هاي يساوي 1.3 سنتي. البليس 20 سنتي ان فرونت الينس، واقفة قدام عدسة، ما حدد لي نوع العدسة طبعا، هاي اللينس
على بعد مسافة 20 متر. Distance 20 سنتيمتر. العدسة الفوكال ديستانس تبع العدسة هذه 10 سنتي، يعني النقطة البؤرية الأولى على بعد 10 سنتي من مركز العدسة، يعني F تساوي 10. Find the value of the image position. أوجد دي آي، قديش الدي آي بنوجده؟ إذا أعطيني الشروط عشان أوجد دي آي. طبعا لازم عشان أوجد دي آي لازم أعرف نوع العدسة، الـ kind of lens، هل هي converge أو diverge؟ لأنه هذا بيفيدني في حل السؤال. في أول حالة بقول لي if the lens converge، إذا العدسة كانت عندي converge، إيه؟ if lens converge، خلينا نشوف كيف بدنا نحل المسألة. إذا كانت converge lens، أول قاعدة في converge lens إنه الفوكال لينز بيساوي البوزيتيف اف. إذا قديش الاف عندنا؟ 10 تساوي بوزيتيف 10 سنتيمتر. هذه أول قاعدة بدنا نثبتها. طالب مني أوجد، طبعا جسم كورة وإلها ارتفاع، إذا هي مباشرة هي ريال أوبجيكت، هي ريال أوبجيكت. طيب نتأكد كلام من كلامنا، إنه واحد نطبق القانون، واحد على F بيساوي واحد على D O زائد واحد على D I، واحد على F واحد على 10 تساوي واحد على D. طبعا الديستانس عاطيني إياها دي او 20 سنتي، والكورة لها ارتفاع، اذا هي جسم حقيقي، اذا من ضمن المعطيات انه دي او بيساوي الديستانس دي او كابيتال تساوي 20 بوزيتيف 20 سنتي. نعوض 1 على 20 زائد 1 على دي او، ومنها نطلع ال 1 على 20 برا، بصفى عنا 1 على دي او يساوي 1 على 10 ناقص 1 على 20 ويساوي 1 على 10، ومنها الـ DI تساوي بوزيتيف 20 سم. ايش ملاحظين؟ انه طلعت القيمة بالموجب، قيمة الـ DI موجب. شو بفهم من هذا الكلام؟ ما دام طلعت الـ DI الـ distance او الـ position طلع عندي موجب for image، بفهم على طول انه عندي real إيمج، صورة حقيقية، لازم تكون ريال، تمام؟ ما دام البوزيشن بوزيتيف، إذا مباشرة عندي الإيمج بوزيشن بيعطيني ريال إيمج، تمام؟ إذا الحالة الأولى في حالة الكونفيرج لينز طلع عندي البوزيشن فور إيمج بوزيتيف، إذا عندي ريال إيمج. نشوف الحالة الثانية. في الحالة الثانية B بقول لي if lens مالها، طبعا لازم النوع الثاني تكون diverging lens، عدسة مقارنة أو مفرقة. طيب نشوف الآن شرط العدسة diverge. العدسة diverging لازم الفوكال لينز يساوي نيجاتيف F، وقديش عندي؟ 10، إذا ماينس 10 سم، تمام؟ نعوض تعويض مباشر في القانون، واحد على F ونكتب القانون ضروري، واحد على دي نوت زائد واحد على دي اي، ومنها واحد على ماينس 10 ما ننساش تساوي واحد على دي نوت. احنا عندنا ريال اوبجكت، عندنا مازال ريال اوبجكت، اذا واحد على 20 حتضلها دي او بتساوي بوزيتيف دي او كابيتال تساوي بوزيتيف 20 سنتي زائد واحد على دي اي. احنا طبعا بدنا واحد على دي اي، بنطلع ال 20 برا حتطلع بالسالب، ماينس واحد على 10 ماينس واحد على 20 بديني ماينس 3 على 20، ومنها دي اي بتساوي ماينس 20 على 3 سنتي. ايش ملاحظين؟ ملاحظين في عندي إشارة نيجاتيف، مدام نيجاتيف
مباشرة إذا عندي virtual image دي اي تساوي نيجاتيف ماينس 20 على 3 نيجاتيف بوزيشن مباشرة ما دام بوزيتيف عفوا نيجاتيف بوزيشن مباشرة ما دام نيجاتيف ايش حيكون عندي فيرتوال صورة وهمية فيرتوال ايمج تمام اذا هيك بنثبت من خلال المثال انه في حال عندي جسم حقيقي امام كونفيرج لينز حيكون البوزيشن موجب وطلع معانا كمان في الحل انه البوزيشن موجب معناته عندي ريال ايمج لكن في حال عندي الدايفيرجنج لينز كان الفوكال لينكس بالسالب فحصلنا على بوزيشن سالب وبفهم مباشرة لما يكون عندي البوزيشن سالب اذا عندي فيرتوال ايمج حتى لو كان الجسم حقيقي تظهر عندي صورة وهمية ما في مشاكل. نتعرف أكثر على وصف الصورة سواء كانت العدسة دايفيرج أو كونفيرج. خلينا نشوف أي جسم تخرج منه إشعاعات حتخرج بشكل دايفيرج شكل متفرغ لكن هذا الجسم لما تتكون طبعا لو كان بشكل بهذا الشكل تخرج منه الإشعاعات شكل دايفيرج شكل متفرغ خاصة لو كان ريال أوبجكت الجسم الحقيقي الآن هذا الجسم واقف أمام عدسة لازم تتكون صورة إيمج النقطة اللي تتكون فيها الصورة برمز لها بالرمز آي إيمج والنقطة اللي بوقف عليها الجسم برمز لها بالرمز أو إذا كان الديستانس فور إيمج طلعت معايا بالسالب دي اي اذا البوزيشن دي اي بيساوي ماينس دي اي بفهم انه الصوره مالها فيرتوال صوره وهميه هذا الكلام ممكن انا من خلال اعرف عده اشياء اذا كان طبعا زي ما حكينا سابقا عندي بوزيتيف دي اي حيكون عندي البوزيشن موجب حيكون عندي ريال ايمج تمام الآن بتعرف على الصورة أكثر وأوصفها بشكل أكبر أعرف تكبيرها أعرف قيمة التكبير تبعها طبعا لو ملاحظين احنا قلنا أي جسم ريال لازم يكون له ارتفاع أو طول تمام ارتفاع الجسم بسميه اتش نوت وحيتكون لهذا الجسم بعد العدسة صورة على اي بعد بسميه اتش ار واللي ممكن كمان اعرف الصوره او اوصف الصوره اكثر من خلال التالي اللي هو بنسميه الماجنتيود اوف ماجنيفيكيشن قيمه التكبير برمز بالرمز ام داخل محدد طبعا ام لوحدها بسميه الماجنيفيكيشن التكبير تمام قيمه الماجنتيود اوف ماجنيفيكيشن لها علاقه بارتفاع الجسم وارتفاع الصوره تساوي اتش اي على اتش نو طبعا اتش اي هي الهاي اوف ايمج ارتفاع الصورة والاتش نود هي الهاي اوف اوبجكت ام قلنا هي عبارة عن الماجنيفيكيشن التكبير طبعا احنا سابقا قلنا في عندي بوزيشن للاوبجكت وبوزيشن للايمج وعندي بوزيشن للأوبجكت من خلال البوزيشن ممكن أحصل على الماجنيفيكيشن أم اللي هو بيساوي سالب دي أي على دي نو الآن الدي أي ممكن يكون سالب أو موجب حسب نوع الصورة
إذا كان عندي real image حيكون عندي positive DI قيمته حتكون موجبة. إذا كان عندي virtual حيكون negative DI. وكذلك الـ D-Node حيكون يا إما positive يا إما negative حسب مين؟ الـ real object أو الـ virtual object. الآن قيمة M إذا إما حتكون أكبر من صفر أو تكون أقل من صفر. إذا كانت M قيمتها يعني موجبة، M بالموجب، تمام؟ ماخذة قيمة موجبة حتكون عند الصورة صحيحة up right، حتكون عند الصورة صحيحة. إذا كانت M قيمتها سالبة حيكون عند صورة مقلوبة inverted، تمام؟ طب إذا كانت M تساوي واحد، متى M بتساوي واحد أو ممكن ناقص واحد؟ إيش بفهم؟ بفهم إنه درجة تكبيرها متساوية للجسم إذا كانت واحد أو ناقص واحد، تمام؟ إذا كانت عندي قيمة M تساوي واحد، قديش درجة التكبير؟ موجب واحد، حيكون الأوبجكت مساوي مين؟ ارتفاع الأوبجكت مساوي ارتفاع الصورة. حيكون الأوبجكت مساوي للإيمج. وحيكون صحيح رايت أبرا. طب لو كانت M بتساوي ماينس واحد ايش بفهم؟ الأوبجكت بيساوي الإيمج نفسه لكن ماله؟ طبعا لازم يكون ماله inverted مقلوب، تمام؟ وناخذ مثال يوضح هذا الكلام. طيب نشوف الآن مثال 2-2، نفس المثال السابق بيقول لي عندي كورة ارتفاعها اتش بيساوي 1.3 سنتي، بتبعد عن اللينز، مانا محدد لي نوع اللينز، طبعا هذه لينز بتبعد عن اللينز مركز اللينز، بتبعد مسافة 20 سنتي، والفوكال بوينت على مسافة 10 سنتي. وطبعا احنا حلينا هذا المثال قبل شوية، وكان عندي شفنا انه في عندي ايمج تكونت في حال كان عندي كونفيرج لينز، كانت قيمة الدي اي، طبعا الدي نود تساوي بوزيتيف 20، كانت قيمة الدي اي تساوي بوزيتيف ايضا 20 سنتي. في حال عندي دايفيرج لينز كانت الـ DI تساوي ماينس 20 على 3، تمام؟ صح. الآن بقول لي كملي على هذه المعطيات وأوجدي الماجنيفيكيشن فور كونفيرج لينز وفور دايفيرج لينز. بقول الماجنيفيكيشن إيش قانونه بيساوي؟ ماينس DI على DI. قديش الـ DI؟ ماينس القانون هو في ماينس. بوزيتيف 20 على بوزيتيف 20 بتساوي سالب 1. في هذه الحالة عند الماجنيفيكيشن ماينس 1 أقل من صفر، إيش بفهم؟ إنه الصورة مالها انفيرتد بالنسبة لمين؟ للجسم، لكن بيكون تكبيرها ماله؟ متساوي، يعني أعطاني صورة بحجم الجسم لكنها مقلوبة بالنسبة للجسم. طيب في حال كان عندي العدسة divergent، كان عندي M القانون minus DI على D not وتساوي minus DI كان ناقص 20 على 3 على 20 ويساوي minus أو positive 1 على 3، طلع ماله أكبر من صفر موجب،
مدام موجب ايش بفهم؟ بفهم انه عندي صورة مكبرة، صورة upright، صورة صحيحة، صورة صحيحة. البوزيتيف اشارة بتدللي على اني عندي صورة صحيحة بالنسبة لمين؟ للجسم. نكمل. الان بدي اوجد كمان ارتفاع الصورة. هو اعطاني ارتفاع الجسم 3 وطلعت انا الماجنيفيكيشن في حالة الكونفرجنس وفي حالة الدايفرجنس. ممكن اوجد الارتفاع لهذه الصورة وازيد من وصفي لها من خلال الماجنيتود اوف ماجنيفيكيشن اللي هو محدد الان بيساوي اتش اي على اتش نود. طبعا قديش الاتش اي الارتفاع مش معروف، هو اللي بدنا اياه احنا. الماجنيفيكيشن هنا محدد السالب 1 اتش اي على الاتش نود اللي هو 1.3. طيب منها ايش بدنا نحصل؟ بنحصل انه قيمة الاتش اي بتساوي الاتش نود بتكون مش عشان نخلطهم مع بعض. اتش اي بتساوي 1 × 1.3 وتساوي 1.3 سنتي. ايش بنلاحظ في حال الكونفرجنس؟ انه الاتش اي بيساوي اتش نود، حجم الصورة مساوي لحجم الجسم. تمام. الان في الحالة الثانية لما كان عندي كونفرج لينز طلعنا قيمة الان بتساوي بوزيتيف 3. طيب بدنا نوجد ارتفاع الصورة خلال قانون الماجنيتيود اوف ماجنيفيكيشن يساوي اتش اي على اتش نود، ويساوي قديش محدد بالتلت يساوي اتش اي اللي احنا بدنا نحصل عليها على اتش نود 1.3، وتساوي اتش اي منها 1.3 في تلت وبيطلع تقريبا 0.44 سنتي. طلع عندي جسم اصغر او الصورة عفوا اصغر من الجسم، الصورة طلعت اصغر من الجسم او بطلع اتش نود 34 فعرفت ان الصورة اصغر من الجسم في حالة الدايفيرج لينز. خلينا الان نبدا موضوع جديد اللي هو الري دايجرام. كيف انا من خلال وجود العدسة والجسم ارسم بالضبط وين مكان الصورة؟ هاي بقصد بالري دايجرام. كيف احدد مكان الصورة بالنسبة للجسم وللعدسة بالضبط؟ سواء كان هذا الجسم واقف في مكان النقطة البؤرية الاولى او النقطة البؤرية الثانية او حتى بين النقطتين البؤريتين او في اخر بعد النقطة البؤرية الثانية او بين العدسة والنقطة البؤرية الاولى. حنشوف اكثر من حالة وحنشرحها ان شاء الله بالتفصيل. نشوف الان اول حاجة بدنا نتبع التعليمات التالية. لو انا عندي لينز بنرسم بشكل وعندي برنسبل اكسس البرنسبل اكسس طبعا مقسم الى يونتس، هذه اليونتس متساوية ولازم يكون مقسم الى يونتس متساوية. وحبذا لو طلب منك ترسمي او ارسم باستخدام الرسم دفتر الرسم البياني او ورقة الرسم البياني. البعد بين كل يونت ويونت 5 سنتي. الفوكال بوينت واقفة عند هذه النقطة يعني على بعد 10 سنتي، هذه الفوكال بوينت الأولى. إذا الفوكال بوينت الثانية حتكون كمان على بعد 10، معي نقطة 2 F1. هنا عندي حيكون F2، حتكون على نفس المسافة، هذه 5 هذه كلها 10، هذا حتكون 2 F2. تمام. طيب الآن الجسم واقف بين F1 و F2. ممكن أنا أغير موقعه زي ما بدي.
الآن حط لنا جسم بين اف اثنين بين اف واحد عفوا واثنين اف واحد. طبعا بعد الجسم او البوزيشن تبع الجسم بالنسبة لللينسز والأوبجكت حيكون طبعا هذا الأوبجكت بنسميه دي نوت زي ما اتفقنا هذا البوزيشن. كيف بدي ارسم الري دايجرام؟ بدي ارسمه بالطريقة التالية. أول حاجة حددنا الهوريزونتال لاينز اللي هو البرنسبل اكسس أو بسميه الأوبتيكال اكسس. بعد هيك لازم يكون طبعا زي ما اتفقنا مدرج والفوكال بوينت مقسم. الخطوة الثانية بمشي خطوة خطوة. أول خطوة بطلع خط من أقصى ارتفاع للجسم من التب بالضبط، بطلع خط من أقصى ارتفاع للجسم موازي للبرنسبل اكسس. تمام؟ لازم يكون موازي للبرنسبل اكسس بارلل للأوبتيكال اكسس أو برنسبل اكسس بهذا الشكل. لازم يكون دقيقين، نزلوا شوية. وبيصطدم في مين؟ في المركز. بعد هيك لازم يمر في الفوكال بوينت اثنين في النقطة البؤرية الثانية. باجي هنا بعد ما اصطدم في محور تماثل العدسة الفوكال اكسس، هذا بسميه برنسبل اكسس، هذا بسميه فوكال اكسس أو اوبتيكال اكسس اللي انتوا عايزينه. تمام؟ الآن بطلع خط من التب اوف اوبجكت من أقصى ارتفاع، لازم يصطدم في الاوبتيكال اكسس، وبعد هيك يطلع خط شعاع يمر بالنقطة البؤرية اف 2. هذه الخطوة الأولى سميه شعاع رقم 1. الخطوة الثانية شوي شوي، الخطوة الثانية شعاع برضه من التب من نفس النقطة، لازم يطلع من نفس النقطة. خلينا نرسم مدرج آخر. بيمر بالمركز بهذا الشكل وبيقطع أول محور أول شعاع. شايفين قطع الخط الأسود في نقطة. تمام؟ الخطوة الثالثة لازم أطلع من نفس النقطة برضه من التب، كل النقاط بتطلع من التب، بيمر بمين؟ بأف واحد وبيصطدم في البرنسبل اكسس هنا بهذا الشكل. إذا طلع من التب خبط بأف وطلع مرة عفوا بأف واحد اصطدم بالأوبتيكال اكسس، وبعد هيك خط مستقيم على أساس يمر بنقطة تقاطع الشعاعين اللي سببوه بهذا الشكل. إذا عندي طبعا لازم هذا كمان يكون موازي، لو الرسم أدق لازم يكون موازي. خلينا بس نخليها أكثر دقة. لازم يكون موازي للبرنسبل اكسس. ماشي. إذا نعيد الخطوات تاني. أول شعاع بيخرج من التب بيصطدم في الأوبتيكال اكسس للعدسة، بيمر بالنقطة بعد هيك بنكسر، بيمر بالنقطة البؤرية الثانية وبيمتد كشعاع بنسميه شعاع واحد. الخطوة الثانية الشعاع بيخرج من المركز، أو إذا أنتم بتبدوا من الخطوة الثالثة أفضل، يجي من أعلى من نفس النقطة اللي طلع منها الشعاع الأول من التب أوف أوبجيكت برضو، يمر بالنقطة البؤرية الثانية ويصطدم في الأوبتيكال أكسس ويخرج موازي، يقطع الشعاع الثاني الأول في نقطة شعاع ثلاثة. بعد هيك بمر النقطة من التب والسنتر لللينز ويمر بنقطة التقاطع. طبعا لازم يكون شعاع في خط مستقيم. نقطة التقاطع هذه بسميها مكان تكون الصورة وبرمز لها بهذا الرمز، هذه اي الايمج. طبعا انتم بتلاحظوا وين تكون الصورة؟ تحت في الأسفل. ما دام هي الجسم فوق والصورة تحت، إذا من الرسمة اتضح لي أن الصورة إشمالها مقلوبة، الصورة inverted. تمام؟ الصورة مقلوبة. طبعا كمان من الرسمة بتتضح لي إنه الجسم الصورة أكبر من الجسم.
الصورة الامج كريتر اوبجكت او بقول ماجنيفايد مكبره. تمام، هذه بالنسبه لخطوات الري دياجرام. طبعا احنا حنرسمها هلا بالنسبه كمان للعدسه، خلينا نقول كونفيرجنس، الاشياء عم تيجي بشكل مستقيم، رح ناخذها بالتفصيل ان شاء الله في شرح الفيديو.